الوقود الهيدروجيني قد يصبح مصدرا بديلا ومتاحا للطاقة، هكذا نجح معهد الكويت للأبحاث العلمية في تطبيق هذه الفكرة من خلال تدشين النموذج الأولي التجريبي لمركبة كهربائية تعمل بواسطة الوقود الهيدروجيني الصلب. الهيدروجين هو مصدر للطاقة، يولد لنا كهرباء، والكهرباء هذه نقدر نستخدمها بأي تطبيق سواء سيارة أو غيرها. الحمد لله طبعا المعهد الكويت للأبحاث العلمية نجح في تدشين أول مركبة كهربائية تعمل على الوقود الهيدروجيني المنبعث من مسحوق المغنيسيوم النانوي الذي تم تحضيره في المعهد، وهذا إنجاز مشرف وإحنا فخورين بهذا الإنجاز. مساحيق تم تحضيرها بمعامل المعهد، حيث إن المواد النانونية المستخدمة حازت على براءة اختراع من الولايات المتحدة عام 2016. استعرنا سيارة كهربائية صغيرة جولف كارت، وحاولنا أن نشغلها بالطاقة اللي ننتجها من الهيدروجين، وتمكننا من هالشيء بفضل السعة التخزينية الجيدة للمادة اللي ابتكرناها، وبفضل قدرتها على إنتاج طاقة كافية كفت أنها تشغل السيارة لمسافة معينة. اليوم ربما تعود خلايا وقود الهيدروجين إلى الصحة بعدما تحول العالم إلى البحث عن طاقة بديلة من النفط تخلق بيئة بعيدة قدر الإمكان من انبعاثات الكربون. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.